نعزي بعضنا، لأن العزاء ليس قاصرا على أعزائنا المسيحيين، ولكنه عزاء لكل أهل المحافظة. وقد يعني قررنا أن احنا نعزي في المحافظة، حتى نعزي أهلنا في المحافظة، بحيث نجتمع جميعا لنتذكر الراحل العظيم، وندعو له بأن يجزيه الله خيرا على ما فعله في هذا الوطن. ونقول لكل أهل المحافظة أن احنا مصرين على أن احنا نستكمل المسيرة التي كان يؤيدها ويعززها الراحل العظيم قداسة الله. بعض المواقف اللي تفتكرها مواقف وطنية قام بيها ودور فعال قام بيها. كثير من المواقف الوطنية عندما كانت تشتد الأمور وتتعقد وتطل الفتنة برأسها، كنا جميعا نهرع إلى البابا ونجده هو المسكن وهو المهدئ وهو الوطني وهو الذي يوقد الفتنة رغم التحريض الذي يكون من حوله في كل الجهات من مسيحيين ومسلمين. كان في محرضين كتير عشان يشعلوا الفتنه الوطنيه، يشعلوا الفتنه بين اهل الوطن الواحد. لم نجد منه ابدا في اي موقف الا كله خير، يتكلم خيرا ويصمت خيرا ويدعو الى الوحده ويدعو الى السلام ويدعو الى ان نتسامح ويدعو الى ان. فهذه مواقف وطنيه عظيمه، ليس اكثر وطنيه انك تدعو دائما الى ايه؟ الى انك تقاوم الشر وانك تخمد الفتنه وانك تدعو الى الاخوه والتسامح. هذا كان موقفه دائما سواء تكلم او صمت. لم نسمع منه ابدا شرا، يعني انا طول ما سمعته من ساعه لما يتكلم البابا يتكلم خيرا، حتى لو حاول البعض انهم يجروه الى اشعال الفتنه وزيادتها، وقد كلمه واحده منه تشعل الفتنه، لان هو زعيم كل المسيحيين في مصر. يعني اذا قال كلمه واحده فقد يشعلها فتنه، ولكن الله لم يقلها ابدا حقيقه، حتى في أصعب الظروف، حتى عندما يكون حزينا أو مغتاظا كان يغزم هذا الغيظ ويقول الكلام الذي يؤدي إلى التسامح والوحدة الوطنية ويخمد الفتنة في مهده. فأنا رأيي أنه هو كان له فضل كبير جدا في إخماد أي فتنة طائفية على مر السنين، وهذه وطنية خالص. دكتور، يا حضرتك النهاردة بوجود السادة المحافظ والموجودين النهاردة، تفضل معي. أنا الحقيقة أقدم كل الشكر للذين قدموا التعزية لنا في رحيل قداسة البابا شنودة الثالث، وعلى رأسهم معالي الوزير المحافظ اللواء أحمد زكي عبد الدين، لهذه المحبة الفياضة التي يقدمها لنا في كل مناسبة، وأيضا إخواتي رجال الدين الإسلامي لهذا العدد الكبير الذي حضر معنا للمشاركة. ودائما أقول كذلك أيضا لرجال الأمن السيد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ وكل القيادات التنفيذية معهم، دائما أقول أن الإنسان ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. قداسة البابا شنودة بما رأيناه من هذا الحب الجارف وهذه الأعداد الغفيرة التي أتت للمشاركة، هذا يدل على أنه كان يزرع خيرا في وسط الناس، أو كما فعل السيد المسيح أنه كان يقول يصنع خيرا. قداسة البابا شنودة أيضا كان يحب الخير ويحب المحبة ويصنعها بين الناس ويصنع سلاما، كما سمعنا من معالي الوزير المحافظ كان يحب السلام، ولذلك كان يسعى أن ينشر سلاما بين الناس من خلال الحكمة الفائقة التي كان يعيش بها، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت وماذا يقال، كان الله تبارك اسمه يعطيه هذه الرؤية وهذه البصيرة وهذه الاستنارة التي بها يستطيع أن يتكلم بما يليق أو يتكلم بما هو للبنيان وبما هو للخير. فكان دائما حينما يتكلم تنتهي أي فتن وتنتهي أي خلافات، لأنه يعرف ماذا يقول بالضبط من خلال الرؤية التي يعيش بها كمواطن يحب هذا البلد ويحب الخير له. فنحن نقول أيضا أنه لم يمت بموته، وإنما سوف تظل أقواله وتظل تعاليمه التي علمها لنا خلال نصف قرن من الزمان، سوف تظل في قلوبنا وعقولنا راسخة نتعلم منه حتى بعد انتقاله. أيضا مواقف حاسمة اتخذها في حياته، يكفي أن تعرف أنه هو الذي قال لن أدخل إلى القدس ومع المسيحيين إلا إذا كان في يدنا إخوتنا المسلمين،
ولن ندخل القدس وهي محتلة. هذا موقف ثابت وراسخ، وكثير من الناس كانت أحيانا تهاجمه من أجل هذا الأمر، ولكنه كان يعرف ما يقول كما قلت لك، وإذا قال قولا لابد أن يكون صامدا وقويا في اتخاذ قرارات. فدي من القرارات المصيرية إلى جانب أقواله المشهورة مثل مصر ليست وطن نعيش فيه وإنما هو وطن يعيش فيه. فلذلك أيضا سوف يعيش هو أيضا فينا لسنوات وأيام كثيرة. شكرا. أشكركم جدا. شكرا.